بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلمها طبعا بالدرس الحادي عشر، طبعا مكون تاريخ مادة الاجتماعيات القسم الخامس ابتدائي المفيد في الاجتماعيات. نعم، إذا عندنا هنا الدولة السعدية ازدهار اقتصادي. نعم، سنتعرف على الأهداف، أتعرف ظروف نشأة الدولة السعدية ومراحل تطورها. نعم، ثم الهدف الثاني، أدرس مشروعا اقتصاديا طموحا. نعم، صناعة السكر معامل الشوا، هناك مجموعة من المعامل سنقتصر على معامل الشوا. أدرس معلمة عمرانية اللي هي قصر البديع الموجود طبعا بمراكش. أمهد لتعلماتي، عانى المغرب مع نهاية المرينيين من الانقسام والضعف، وبالرغم من الاحتلال الإيبيري لسواحله تأسست دولة الأشراف السعديين الذين وحدوا المغرب. فكيف نشأت هذه الدولة وتطورت، وما المظاهر الكبرى لازدهارها الاقتصادي والعمراني؟ هذا ما سنتعرف عليه في الدرس. نبدأ بالنشاط الأول، أتعرف ظروف نشأة الدولة السعدية ومراحل تطورها. نعم، الوثيقة الأولى، قصد وفد قبائل سوس الشيخ بن مبارك وطلبوا مبايعته للدفاع عن البلاد ضد الخطر المسيحي. دلهم على أحد الأشراف طبعا السعديين المنتسبين لآل البيت المولى محمد القائم بأمر الله، فلبى دعوتهم السنة 1510 ميلادية، وقام السعديون بحملة ضد مراكش انتهت باحتلالها نعم سنة 1525 واتخاذها مقرا للدولة السعدية الناشئة والكفاح لتحرير البلاد وسواحلها المحتلة. نعم، هذه طبعا بالنسبة للوثيقة الأولى. إذا الوثيقة الثانية، مراحل تطور الدولة السعدية وابتدائها. كل دولة كتعرف مرحلة التأسيس، مرحلة التوسع، وأخيرا مرحلة الضعف. نعم، إذا هنا 900 هجرية، مبايعة المولى محمد القائم بأمر الله السعدي سنة 1510، نقول لها المبايعة ديالو كانت 1510 طبعا بعد نهاية عهد الوطاسيين. إذا البداية كداش، مبايعة مولاه محمد القائم بأمر الله السعدي، هاي فهذه مرحلة التأسيس. طبعا كان دخول مراكش كما قرأنا في النص، وهي في هذا الخط 1525، هذه مرحلة التأسيس. دابا عندي مرحلة التوسع والازدهار، رغم أنها تبدو أنها مرحلة يعني قليلة، مدة قصيرة. كانت هذا معركة وادي المخازن وتولية أحمد المنصور 1578. إذا المعركة فكاش كانت 1578، وتم تولية أحمد المنصور. إذا مرحلة التوسع والازدهار، فتح السودان 1591، إذا هذه مرحلة التوسع. وفاة أحمد المنصور 1603 موافق 1012 هجرية، إذا هنا الدولة تدخل مرحلة الضعف. نعم، وأخيرا 1700 1070 هجرية 1660، نهاية الدولة السعدية على يد العلويين. نهاية الدولة السعدية على يد العلويين، إذا بعد السعديين يجيو العلويين. أقرأ النص قرينا وتبع معطيات الخط الزمني وثيقتنا، ثم أبين الأخطار الخارجية المسيحية التي أصبح المغرب عرضة لها، ورد فعل المغاربة تجاه ذلك. نعم، نرجع للوثيقة الأولى، فالنص كيبين أن هناك تمت مبايعة طبعا هذا المولى محمد القائم للدفاع عن الخطر المسيحي. وهذه الأخطار سنراها في الوثيقة رقم 3، نوصلوا لها ونحدوا الأخطار اللي كانت. أما الآن المهم، هذا السؤال يتطلب علينا قراءة وثيقة التالتة، سنصل إليها إن شاء الله. أحدد اسم أول من بويع من السعديين ونسبه وسنة مبايعته. إذا كما جاء هي هنا، عندنا هو مبايعة المولى محمد قائم بأمر الله، المولى نعم محمد القائم بأمر الله، نعم القائم بأمر الله عز وجل، نعم السعدي القائم باي السعدي سنة 1510 أي 1510 ميلادية، أي مكتوبة عندنا. ثم نسبه، ينتمي حسب النص لآل البيت، ينتمي الناس ديالو لآل البيت، يعني ينتمي إلى قبيلة محمد، نسبه شريف لآل البيت. طبعا سنة مبايعته كما قلنا هي 1510، سنة مبايعته 1510. نعم، أميز المراحل التي مر منها تطور الدولة السعدية وأحدد فترة حكمها بالمغرب.
الوثيقة الثانية، إذا المراحل هي مرحلة التأسيس، ثم مرحلة التوسع والازدهار، ثم مرحلة الضعف. إذا هما المراحل ثلاثة، نعاودهم بلا ما نكتبهم: مرحلة التأسيس، مرحلة التوسع والازدهار، ثم مرحلة الضعف. وحد فترة الحكم ديالهم، فبدأت الحكم ديالهم من سنة 1510 ميلادية إلى، نعم، نهاية، يعني نهاية الدولة السعودية، 1660. 1660، نعم، 1660. إذا بغينا نعرفوا شحال المدة، شحال الحكمه، غنشدوا 1660 نحيدوا منها 1510 باش نعرفوا شحال الحكمه، اللي هي 0 5 1، إذا 150 سنة. إذا فترة الحكم كانت حوالي 150 سنة. هاي مناش بدات من 1510 وانتهت إلى 1610 طبعا ميلادية. نعم، أسمي السلطان الذي عرف عهده بمرحلة الأوج والازدهار. نعم، السلطان الذي عرف في عهده الأوج والازدهار. إذا السلطان كما ترون في الخط الزمني اللي هو أحمد المنصور. نعم، أحمد المنصور، هاي مرحلة التوسع، إذا كانت في عهد أحمد المنصور الذهبي. أحمد المنصور، نعم، ويسموه الذهبي. المهم أحمد المنصور العهد ديالو، علاش؟ لأن أهم حاجة فتح السودان، كانت فتح السودان، إنشاء معامل لصناعة السكر. إذا هو قام بفتح السودان لجلب الذهب. فتح السودان، نعم، فتح السودان. طبعا شنو دار؟ إنشاء معامل، إنشاء معامل، أعتذر على الكتابة لأن ما عندي مساحة ضيقة باش نكتب. إنشاء معامل السكر، فتح السودان من أجل طبعا جلب الذهب، فلهذا سمي بالمنصور الذهبي. نعم، إذا ننتقل إلى هذه الوثيقة الثالثة، توحيد المغرب في عهد السعدي. نعم، لاحظوا هنا العنوان: الغزو الإيبيري للمغرب وقيام الدولة السعدية. عندما أقول الغزو الإيبيري فالمقصود به طبعا إسبانيا والبرتغال. لاحظوا الخريطة الإسبانية، الهجومات أو الغزو الإيبيري ديال إسبانيا كان على البحر الأبيض، سواحل البحر المتوسط، والبرتغال على طول الساحل المتوسط. لاحظوا المدن المستهدفة طبعا، تل هنا، تل الأرجين هنا، البرتغال برميودا تورن. نعم، سنقرأ الآن مفتاح الغزو الإيبيري البرتغالي الإسباني، هو الذي قمنا للسواحل المغربية. التهديد العثماني، لاحظوا هناك التهديد العثماني، هنا منطقة انطلاق الأشراف، ها هي منطقة انطلاق الأشراف، ها هي تيتسي، تارودانت، منطقة انطلاق الأشراف السعوديين قرب تارودانت. هذه المناطق التي انحصرت فيها سلطة الوطاسيين، نعم، سلطة الوطاسيين كانت في فاس. هذا الأخضر اللي هو هذا، لاحظوا 1541 تال 1554 اتجاه حملات السعديين لتوحيد المغرب. لاحظوا الحملات التي قام بها السعديين، فانطلقوا من تيتسي، مشاو لأكادير، ثم مراكش، ثم أزمور، أسفي، إلى فاس، إلى اتجاه الشرق. نعم، هنا معركة وادي المخازن. نعم، معركة وادي المخازن 1578، ها هي 1578 طبعا قرب القصر الكبير، هذا العريش. نعم، وانتصار السعديين على البرتغاليين، انتصار السعديين على البرتغاليين. إذا هو قريناها الآن، سنقول أحدد من انطلاق السعديين، أحدد من منطقة انطلاق السعديين. فالسعديين انطلقوا من طبعا هذه المنطقة اللي هي تيتسي، نكتبوها. إذا السؤال الأول عندنا نكتبوه هنا تيتسي، نعم، تيتسي، منطقة سميتها تيتسي، نعم، قرب تارودانت، قرب مدينة تارودانت. إذا قرب تارودانت. أستخرج القوى التي واجهها السعديون لتوحيد المغرب. إذا القوى التي واجهها، كاين الغزو الإيبيري اللي هما، كاين القوى التي واجهها، كاين الغزو الإيبيري. عندما نقول إيبيري فالمقصود هنا إسبانيا، نعم، وكذلك البرتغال، والبرتغال. ثم عندنا التهديد العثماني، التهديد العثماني، وعاد عندنا هنايا الوطاسيين، نعم، الوطاسيين. إذا كان الغزو الإيبيري ديال إسبانيا والبرتغال، وكان التهديد العثماني، وكذلك الوطاسيين. نعم، أذكر المدن التي حررها السعديون من الاحتلال. إذا المدن التي حررها طبعا من الاحتلال فهي مجموعة، هي هذه المدن كاملة،
عندنا حررة مثلا طبعا هنا أزمور، جديدة، أسافي، مليليا، بادي السبتة، هذو كلهم طبعا مدن تم تحريرها من طرف السعديين. أبين المنطقة التي انحصر فيها حكم الوطاسيين وتاريخ بنهاية دولتهم. نعم، إذا المنطقة هي منطقة فاس بالنسبة للوطاسيين، منطقة فاس نعم، والتاريخ هو 1554 ميلادية، 1554. إذا حكم المنطقة التي انحصر فيها حكم الوطاسيين هي هذه، هاي المنطقة التي انحصر فيها. نعم، أتعرف المعركة التي طبعا انتصر فيها السعديون على البرتغاليين وتاريخها وموقع حدوثها. إذا المعركة هي معركة وادي المخازن، نعم معركة وادي المخازن، معركة وادي، نعم كنتمنى تبان لكم المخازن. والسنة سنة هي 1578، رشناها في خط زمني يكينا في المفتاح، نعم، وقرب القصر الكبير، نعم قرب القصر الكبير طبعا في الشمال هنا، قرب القصر الكبير. إذا هذه معلومات. ننتقل إلى طبعا النشاط الثاني، أدرس مشروعا اقتصاديا طموحا، صناعة السكر مع عميل شيشاوة. نعم، خصص السعديون الحقول الشاسعة لزراعة قصب السكر، وأنشأوا معامل ضخمة لتصفيته، وبعد أن تتم عملية تصفية السكر يجعل في أوعية ليأخذ الشكل القالب الهرمي. وهذه الصناعة الضخمة كانت تزود الأسواق الداخلية وتمد بكميات وافرة منه القوافل لتنقله عبر الصحراء إلى إفريقيا السودان وأوروبا، بالضبط إنجلترا وإيطاليا. نعم، قرأوا النص أكثر من مرة. أتعرف الصناعة التي تحدث عنها النص، طبعا الصناعة التي تحدث عنها النص والدولة التي ظهرت في عهدها هذه الصناعة. إذا الصناعة الإيطالية صناعة السكر، صناعة السكر نعم، والدولة اللي ظهرت فيها هي الدولة السعدية، نعم الدولة السعدية. هل جاوب السؤال رقم واحد؟ استخرج المادة الأولية المستخدمة في هذه الصناعة والتقنية المعتمدة. إذا المادة هي قصب، هي قصب السكر، نعم كاين قصب السكر. والمراحل عندنا طبعا زراعة قصب السكر بعد جنيه، طبعا مهم هنا زراعة قصب السكر، طبعا بعد ما كيجنيوه قصب السكر كاين تصفية، عملية تصفية، تصفية السكر نعم، ثم وضعه في أوعية على شكل قالب هرمي، في أوعية نعم على شكل، طبعا هو قالب هرمي، نعم الهرمي، قالب الهرمي نعم. إذا هذه المراحل التي طبعا أبين أهمية الصناعة ودور. إذا فالأهمية إذا كتجلى أولا تزويد السوق الداخلي، تزويد السوق الداخلي، ثم تصديره إلى طبعا إفريقيا السوداء، طبعا إلى إفريقيا، ثم وكذلك أوروبا وبالضبط إنجلترا والبرتغال، إنجلترا والبرتغال كما جاء في وإيطاليا، عفوا إنجلترا وإيطاليا. إذا من بين الأهمية ديالو هو تزويد السوق الداخلي بهذا الانتاج منتوج، ثم تصدير بعض منه الى افريقيا اوروبا، فطبعا فهو يوفر طبعا ارباحا للدوله السعوديه. ننتقل الى النشاط دراسه معلمه عمرانيه، قصر البديل بمراكش، اقول لك قصر البديل فين؟ في مراكش. فكان ابتداء المشروع بتاسيسه هالسنه بوكاش 986 هجريه 1578، يعني بعد معركه وادي المخازن، وحشد له السلطان صناع حتى من بلاد افرنجا يعني اوروبا، وجلبه الرخام من بلاد الروم طاليان، فكان يشتري منهم بالسكر وزنا بوزن، وزنا بالتبادل التجاري. وهذا البديع المربعة الشكل، وفي كل جهة منه قبة رائقة الهيبة، وفيه من الرخام الأبيض والأسود ما يحير الفكر ويدهش النظر. نعم، ما بديع، سمي بالبديع لأنه بديع. وأما سقوفه فتجسم فيها الذهب، وطليت الجدران به مع بديع النقش بخالص الجبس. قرأوا النص أكثر من مرة. ها هو قصر البديع، نعم هنا عندنا قالوا لنا
أسمي المعلمة التي تحدثت عن النصر، المعلمة هي قصر البديع مراكش، قصر البديع هاي قصر البديع مراكش، ترى بغيتو نكتبوها نكتبوها هاي قصر البديع بمراكش. نعم أعتقد خليني نزيد الورقة. إذا المعلمة هي قصر البديع طبعا بمدينة بمراكش، هاي بمراكش هنا أحسن. نعم وهي هذه أبين مكان تشييدها، تشييدها طبعا في مراكش سنة هي 1578 ميلادية كما جاء في النص 1578 ميلادية. واستخرج المواد الأولية المعتمدة في بنائها ومصدرها وطريقة حصولها. إذا المواد اللي في البناء ديالها كاينة عندنا الرخام، الرخام منين؟ من بلاد الروم طاليان الروم. ثم كاين شي وزن، الطريقة هو شري وزنا بوزن يعني المقايضة، والرخام الأبيض والأسود ما يحل ده، وسوقه الذهب وطليت نعم الذهب، والذهب يكون من السودان من إفريقيا. نعم جدرانه بخالص الجبس، ثم كذلك الجبس نعم من هذا الجبس القبس. نعم إذا هذه المواد التي طبعا بنيت به. أتبين الشكل الهندسي، نعم أتبين الشكل الهندسي لقصر البديع ومكوناته. الشكل الهندسي كما قلنا فهو مربعات الشكل حسب جاء في النص. نعم إذا أهمية الهندسة المعمارية في عهد السعديين طبعا فها كانت طبعا متميزة نعم، فطبعا كما جاء في النص فهي تدهش، أي تدهش النظر ويحير الفكر، إذا لرونقها وجمالها وطبعا جماليتها. نمشيو لأنشطة أقوم وتعلم هنايا، قالوا لنا أنقلوا المعطيات التالية الجاية وأصلوا بين كل حدث والسلطان بالمناسبة. ها السلاطين اللي عندنا أحمد منصور الذهبي ومحمد القائم بأمر الله. إذا الأحداث المؤسس الأول للدولة السعدية، شكون هو المؤسس الأول ده؟ هو محمد القائم بأمر الله، ندير هنا محمد القائم بأمر الله هو المؤسس. مشيد قصر البديع شكون هو؟ هو أحمد المنصور. إذا نجيبوا لنا أحمد المنصور الذهبي هو اللي شيد قصر البديع. تولى الحكم سنة 1578، تولى الحكم سنة 1578 راه هو أحمد المنصور. إذا هاد الثانية والثالثة ديال أحمد المنصور. كان يلقب بالذهبي هو أحمد المنصور. بايعه أهل سوس سنة 1510 اللي هو محمد القائم بأمر الله، وظهرت في عهده صناعة السكر أحمد المنصور، بمعنى الأولى ديال محمد القائم بأمر الله وما قبل الأخيرة ديال محمد القائم بأمر الله، ما تبقى أحمد المنصور.